السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. ورجعنا لكم فيديو جديد خاص بلا كوليكسيون اللي يلاه دخلتنا ديال لي سوربات. غادي نوريكم هذا الموديل هذا لي سو فورم دو 3 بيس. فريمون شي حاجه لي غزاله، لا كاليتي ديالو غيان ادير البنات، شي حاجه لي فنيوله. غادي نوري لكم كيجي بحال هكذا ملبوس. كيجي عندنا البول تحتاني بلي مونش ديالو حد هنا تقريبا، وعندنا لو جيلي بالكابوش والبونطالون. عندنا البونطالون اول حاجه البنات راه ما كتجيش لاصقه نهائيا على لو كور كيف ما كتشوفوا، هي هادي. عندنا هنايا الجيلي كيف ما كتشوفوا، غنحاول نوريكم هاد الموتيف هذا اللي فيه. شوفوا هنايا الجيلي كيفاش عامل لو ميم غابي اللي كاين في لي مونش، هو اللي كاين هنايا في الكتيفات وكاين هنايا عندنا في الجناب. فوالا شوفوا من اللور راه جايه سامبل. بالنسبه هنايا لهاد هاد الكابوش ديالتها راه عندها هنايا الداخل ديالها في الغوش، وعلى برا عندنا هاد البلونوي هذا نفس لو غابيل اللي عندنا هنايا. هاد لي موتيف فريمون كيجيو ديسكري، كيجيو انيقين، ماشي شي حاجه اللي هي خايبه، فريمون جايين زوينين وانيقين. بالنسبه للبنات اللي غيبغيو يسدو راه تقدري تسديه كامل، غيجيك فنيون. فوالا هاد الموديل هذا عنده هاد لي بوش، شوفوا هنايا الجويبات كيفاش خادمينهم حتى من السنيسله. البنات غادي نحاول نوريكم، ما عرفتش واش غيتبان لكم مزيان ولا لا. شوفوا السنيسله طابعين فيها هنايا نفس لي كولور اللي كاينين في الموديل، يعني شي حاجه اللي غزاله وفنيونه ومختلفه مع الاضاءه دابا ولا كيبان نوار. معايا البنات دوزيام كولور ديال هذا الموديل هذا، فريمون حتى هو جاي غزيول. هذا الغوج هذا غنحاول نوري لكم في المرايه كامل، شوفوا كيفاش كيجي فريمون جاي مزيون. نفس لي موتيف اللي في الاولاني هو اللي في هذا الموديل هذا، مختلف غير لو جيلي. شوفوا هنايا لو جيلي عندنا شنو فيه، لا ميم كولور، ماشي بحال لو جيلي الاولاني، غير لو روج هنايا كاين من التحت. فريمون جايين مزيونين البنات. بالنسبه للبول والبونطالون تقدروا تلبسوه مع لي دودون ديالكم، مع لي مونطو والجيلي حتى هو، يعني غيوليو عندكم جوج لبسات ضروري. ما غتستغلوا البول مع البونطالون مع شي حاجه اخرى، فريمون الموديل جاي رائع. بالنسبه للبنات لهذا الموديل هذا متوفر فقط في جوج الالوان، وكيف ما قلت لكم لي طاي تقريبا من 38 حتى 46. اللي بغات شي حاجه تواصل معنا عبر ارقام الواتساب. غندوزو دابا نشوفو موديل اخر. انا دوزيام موديل، شوفوا معايا هذا الموديل هذا مختلف شي شويه على الموديل الاولاني. غادي نوري لكم التفاصيل ديالو كيفاش عاملين، شوفوا كيفاش كيجي كامل. هنا المقاس اللي لابسه انا المقاس ال، ما كاينش فيه لا طاي 38. غادي ننزل لكم لي طاي ديالو. شوفوا هنايا لي بوش عنده هنايا بهاد السنيسله. بون مع الشميشه مره كضرب مره كتمشي لا كولور، ما كتبقاش تبان مزيان، مي كنحاول انني غير نقرب لكم. شوفوا هنايا التيشيرت ديالو كيفاش عامل، هنا لا كولور في لا كولور، فريمون جايه غزيوله. كلهم عندهم هنايا الجيليات ديالهم، هاد الكابوش هذا فوالا شوفوا، وكيجي بحال هكذا. فريمون هذا الموديل حتى هو جاي رائع، وهذا جو بونس فيه المقاسات حتى 40 48. ديك الساعه تنزل لكم المقاسات ديالو. غادي ندوزو دابا نشوفوا حاجه اخرى. هاي البنات هاد لا كولور هادي كيفاش عامله، هاد المطرد اللي كيجي غزال حتى هو في اللبسه ديالو. شوفوه كيفاش كيجي كامل، عندنا هنا البونطالون في النوار وعندنا التريكو حتى هو في النوار، غير الجيلي اللي في المطرد. غنحاول نقرب لكم تشوفوا لي موتيف اكثر. شوفوا هنايا هذا ما عندوش الكابيوش، عنده هنايا هاد الكول هذا كيف ما كتشوفوا، نفس لو غابيل اللي كاين هنايا. كما قلت لكم انه هذا البول هذا مع السروال تقدروا تناسقوا مع بزاف ديال الحوايج، والجيلي حتى هو جاي رائع، يعني طقم غزيول 3 بياس. خليكم مع هذا الفيديو هذا، لكم فيديو جديد اخر في لي زوتر موديل. اللي بغات شي حاجه تواصل معنا عبر ارقام الواتساب، نوصلوا عليكم حتى لعندكم. نتمنى ان شاء الله يكون الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا. هادي كيفاش عامله، هاد المطرد اللي كيجي غزال حتى هو في اللبسه ديالو. شوفوه كيفاش كيجي كامل، عندنا هنا البونطالون في النوار وعندنا التريكو حتى هو في النوار، غير الجيلي اللي في المطرد. غنحاول نقرب لكم تشوفوا لي موتيف اكثر. شوفوا هنايا هذا ما عندوش الكابيوش، عنده هنايا هاد الكول هذا كيف ما كتشوفوا، نفس لو غابيل اللي كاين هنايا. كما قلت لكم انه هذا البول هذا مع السروال تقدروا تناسقوا مع بزاف ديال الحوايج، والجيلي حتى هو جاي رائع، يعني طقم غزيول 3 بياس.
ليكم مع هذا الفيديو. هذا لكم فيديو جديد اخر في لي زوتر موديل. اللي بغات شي حاجه تواصل معنا عبر ارقام الواتساب ونوصلوها لكم حتى لعندكم. نتمنى ان شاء الله يكون الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا.